السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا فيكم، معكم أنا نور المدهون، وإن شاء الله سلسلة جديدة رح نتكلم فيها عن أهم النصائح اللي بتتعلق في برنامج أدوبي بريمير. في حلقة اليوم إن شاء الله رح نتكلم كيف فينا نضيف أي ترجمة للفيديو اللي إحنا حابينه عن طريق برنامج أدوبي بريمير. في البداية يا ريت تروحوا على القناة وتشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس، وإذا كان عندكم أي تعليق ضيفوا لنا إياه. خلينا نبدأ. في البداية بنفتح برنامج أدوب بريمير وبنستورد الملف اللي احنا حابين نترجمه طبعا بالصوت المرافق له، وفي البداية بنكون كمان مجهزين النص اللي احنا راح نضيفه بما يتناسب مع الصوت الموجود عندنا. طريقة إضافة الترجمة بشكل بسيط، بتروح على الأيقونة الموجودة هان New Item، تضغط عليها، في عندنا هان خيار في النص اسمه Captions، تضغط عليه. طبعا هو راح يكون على أول خيار، انت بتنزل على Open Captions اللي هو آخر خيار بتحدده، بتتأكد من عدد الفريمات اللي بتتوافق مع الفيديو الموجود عندك، طبعا انا عندي 30 فريم، وبتتأكد من الابعاد وبتحط اوكي. راح يفتح عنا زي ما احنا شايفين هان، بتسحبه على الفيديو وبتمدده على كامل الفيديو. زي ما احنا شايفين عنا هان فتح عنا نص موجود، طبعا موجود في الديفولت، بتضغط ضغطين على اللاير هذا راح يفتح عنا نافذة جديدة. طبعا هاي النافذة هي اللي بتتعلق بالترجمة واللي هنشتغل عليها بشكل كامل. نافذة كتير بسيطة، اول حاجة اللي هو الفونت اللي هو الخط، نوعه، الحجم، المحاذاة لليمين او لليسار او التوسط، والادوات الخاصة بالنص ولون النص. طبعا هاي الخيار اللي هو ممكن احنا نحدد مكان الترجمة، ممكن نضعها في الاعلى زي ما احنا شايفين فوق، عادة احنا بنحطها في الاسفل. نيجي للخيار اللي هو بتعلق في اضافة النص. زي ما انتم شايفين انا مجهز نص بشكل مسبق، بنسخ النص، بروح على المنطقة هاي، طبعا النص باللغة العربية وعندي نسخة سي سي 2018 بتدعم اللغة العربية بشكل كامل، بضغط هيك وبكون عندي النص نضاف بشكل بسيط. طيب بالنسبة للمدة، ممكن انا عندي الكلام مدته مثلا 15 ثانية، كيف بدي امدد النص ليكون 15 ثانية؟ بشكل بسيط بتسحب لعند ما يصل للمدة اللي بتتوازى مع الصوت، يعني الكلام هذا هاي المدة اللي بنحكى فيها. طيب انا عندي جملة اللي بعدها كيف بدي اضيفها؟ بشكل بسيط في عندنا هان علامة الزائد، بتضغط عليها. طبعا انا مجهز الفقرة الثانية بشكل مسبق، بنسخها وبعمل لصق إلها. زي ما احنا شايفين نضاف عندنا هان منطقة صغيرة، طبعا هي زي ما احنا شايفين مش معمولها محاذاة بشكل صحيح، بتحدد كامل النص، ومن هان بتعملها محاذاة زي ما احنا شايفين صار في عندنا توسط. طيب بدي امدد المدة، يعني نفرض انه لحد 30 ثانية، بتسحب زي ما احنا شايفين، وهيك بكون عندنا الجملة هاي اتمددت طول المدة اللي احنا شايفينها هان، بتتوازى مع الصوت الموجود هان. في مشكلة بسيطة انا لاحظها عندما ضفت هذا النص اول مرة، جربت فيها هذه الايقونة اللي هو ممكن النص اذا ما قسمته بالشكل الصحيح، يعني انا هان مقسمه لسطرين، لما كان سطر واحد كان عندي النص خارج من المنطقة هاي. حلها بشكل بسيط انه انت تقسم النص لعدة اسطر بما يتناسب مع الكلام. بالنسبة للاير الترجمة فهو لاير عادي جدا، بإمكاننا أن احنا نتحكم فيه بشكل بسيط، يعني احنا ممكن نتلاعب بالسكيل زي ما احنا شايفين من هان، ممكن نغير مكانه زي ما احنا حابين، ممكن كمان نلعب في الشفافية، نخفف الأوباسيتي زي ما احنا عاوزين، كل الفانكشن المتواجدة لأي لاير متواجد في برنامج أدوبي بريمير. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم اللي تكلمنا فيها كيف فينا نترجم أي نص بشكل بسيط وبشكل سريع جدا. ياريت إذا عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وياريت تدعمونا باللايكات، وإذا كان عندكم أي استفسار أو أي تعليق أو أي اقتراح بما يتعلق بالسلسلة اللي رح نتكلم فيها بنصائح عن برنامج أدوب بريمير، ياريت تضيفونا إياه في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.